السلام عليكم كابتن أسامة، بمسي على حضرتك وبمسي على النجم أيمن أشرف طبعا، وإن شاء الله تكون حلقة جميلة كده والناس كلها تتبسط بيها إن شاء الله. أيمن يعني هو عارف على مستوى الشخصي أنا بحبه إزاي، ودايما بتمنى له التوفيق وبتمنى اللعيبة كلها التوفيق طبعا. أيمن من اللعيبة المجتهدة جدا والمخلصة للمكان اللي هو فيه، وهو يعتبر واحد من أبناء النادي الأهلي وعارف قد إيه حجم ومسؤولية المكان اللي هو موجود فيه، وكل اللعيبة عارفة ده. فبتمنى له التوفيق إن شاء الله، وعايز أقول له بقى يعني أنا الفترة الجاية لازم نغير الأوضة. ايه موضوع الاوضه ده؟ هو قاعد معايا في الاوضه فانا هو بيخلص عليا يلا بخلص عليه لا بس انا طبعا من الناس اللي انا بحبهم جدا وبعزهم، عشان كده بقعد دايما وبستريح معاه. فطبعا ولعيب جامد جدا يعني، من اللعيبه الكويسه جدا، واتمنى له طبعا الفتره اللي جايه ان هو يبقى مركز اكتر ويدي اكتر في الملعب ان شاء الله.